حمل عقد المفاوضات اليمنيه المقرره في الكويت بوصول وفد الحوثيين وصالح، وعلى الرغم من تاخر المباحثات عن موعدها، الا ان الامال ما زالت قائمه في ان تنجح هذه الجوله من تحقيق تقدم يؤدي الى حل للازمه اليمنيه، ويحتاج المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ احمد لاستخدام كل مهاراته الدبلوماسيه بمساعده الطرف الكويتي لتشجيع الطرفين على التوصل الى حل ينتشل اليمن من وضع ماسوي بدأ قبل سنوات. معنا من الكويت عضو اللجنه الدائمه لحزب المؤتمر الشعبي العام سام الغباري. مساء الخير سيد سام الغباري اذا آه نحن نور. طبعا مساء النور آه برايك المتغيرات العسكريه التي جرت على الارض خلال الاسابيع المقبله هل برايك تجعل محادثات الكويت مختلفه عن سابقاتها التي جرت في جنيف؟ بالطبع مشاورات الكويت واضحة أنها لتنفيذ القرار 22-16 فيما يخص عودة الحكومة وفيما يخص إطلاق سراح المختطفين قسريا من قبل عصابة الحوثي ايضا تنفيذ كامل وغير مشروط للقرار 2216 بمعنى ان مشاوره الكويت هي مشاورات فنيه في الاساس اكثر منها مشاورات سياسيه ذلك ما اوضحه الوفد الحكومي وأوضحوا ايضا التفاهمات السابقه مع المملكه العربيه السعوديه واوضحها اليوم ايضا في تصريح مقتضب الناطق باسم الامين العام للامم المتحده الذي اكد على هذا الامر واكد ان, أن ما سيحدث بعد تنفيذ القرار 2216 سوف تاتي العمليه السياسيه وفق ما انتجته مخرجات الحوار الوطني وذلك هو يعني الامر واضح جدا في هذا الخصوص واعتقد ان المشاورات هي من اجل هذا الامر وسوف نكون بانتظار هذا الوفد الحوثي لكن اعتقد ان الوفد الحكومي الان اصدر بيانا ويجب التنويه له هو انه اذا لم تعقد المشاورات خلال غدا صباحا سوف يعني بصوره رسميه سوف يتم سحب او انسحاب الوفد الحكومي ومغادرته الكويت يعني ما هي الاعتبارات الأخرى التي تجعل التوصل إلى سلام أفضل في الكويت أكثر منه في جنيف سيد سام؟ طبعا هناك رعاية عربية وهذا أمر مهم جدا تؤكد دور التحالف العربي في الوصول إلى سلام حقيقي داخل اليمن أيضا ما أكده الحوثيين في مختلف تفاهماتهم مع المملكه العربيه السعوديه ومع الامم المتحده انهم منصاعين للقرار 2216 ايضا وفد المؤتمر الشعبي العام وكتله صالح داخل المؤتمر اكدوا على هذا الامر بانهم سينفذون هذا القرار مثل هذه الامور اعتقد انها واضحه وأن الحوثيين استسلموا أخيرا بعد الكثير من المماطلات وأن كل ما يحاولون الآن قوله من تأخير ومن مماطله ومن تسويف في الحضور إلى هنا هو محاوله لذر الرماد على العيون، الحوثيين فعلا أصبحوا الآن خارج اللعبه السياسيه أيضا وخارج اللعبه الحكوميه وخارج وخارج سيطرتهم أيضا على المناطق اليمنيه. ونتمنى أيضا أن تتوقف هذه الحرب وأن يصل السلام إلى كل بيت وكل كل دار وأن تعود اللجان الثورية الحوثية إلى إلى أماكنها وتنزع عن نفسها سلطة الدولة وأن يعود الأمر للدولة وتعود الحكومة إلى العاصمة صنعاء ويعود أيضاً الرئيس عبد منصور هادي ويعود الوفد الحكومي ويعود الناس إلى ذلك الوئام والسلام السابقين. ولكن على الرغم من ذلك يظل هناك تخوف من قضية وجهات النظر المتباينة بشأن تنفيذ القرار الأممي 2216، يعني هل يكون الانسحاب من المدن وإلقاء السلاح قبل أي اتفاق سياسي سيد سام لغباري كما قلت لكم ليس هناك أي مشاورات سياسية في هذا الأمر هناك مشاورات أنا أعتقد أنها فنية أكثر منها سياسية الأمر واضح الحوثيين جاءوا لتسليم ال لكن لا يمكن الفصل الفني من السياسي سيد سام لغباري لأنه الفني هو ما يمهد لترتيبات سياسية فيما بعد نعم هو ذلك وكما قلت لكم أن العملية السياسية سوف تبدأ من نهاية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتثبيت الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية وانتخابات محلية وفق ما يقرره الدستور الجديد غير ذلك يعني إلى أي مدى برأيك ترى بأن الحوثيين هذه المرة جدون فعلا في إنهاء الأزمة السورية واستكمال المبادره الخليجيه ومخرجات الحوار الوطني، اليمنيين طبعا عفوا الحوثيون بصوره دائمه ليسوا جادين في اي مساله تتعلق باليمن، الحوثيين لو كانوا جادين في الامر لاستطاعوا لا الوصول الى السلام قبل انطلاق عاصفه الحزم بعد خروج الرئيس عبد الرب منصور هادي الى العاصمه اليمنيه المؤقته عدن ودعوته للمتمردين والانقلابيين بالحوار والكف عن المغامرات الطائشه التي قد تودي باليمن الى المهالك والى الحروب والى التدخلات الخارجيه والعربيه. غير <applause> ان الحوثيين استمروا في غيهم وكانوا يعتقدون انهم ناجحين وان سيطرتهم على اليمن قاب قوسين او ادنى، لكن اعتقد ان ما تدخل عاصفه الحزم وتدخل قوات التحالف العربي استطاع ان يمهد الطريق لعوده الشرعيه الدستوريه ولتلقين الحوثيين درسا لن ينسوه مه. وأيضا على الإطار السلبي هناك الكثير من الـ الـ المشاكل الاقتصادية وانهيار نعم. نعم. الدولة المحتوم والنظام الاقتصادي بصورة أساسية داخل اليمن هناك المجاعة وهناك النهب والفساد من قبل اللجنة الحوثية مه. هناك الكثير أيضا من تمزق النسيج الاجتماعي هناك الكثير من القتلى هناك الكثير من الجرحى هناك الكثير من البيوت التي والمؤسسات والمساكن التي هدمت وفجرها الحوثيين، نحن نعيش ماساه حقيقيه داخل اليمن ويجب على الحوثيين ان ان يحترموا قرارات الشرعيه الدوليه وان تكون هذه المفاوضات هي او مشاوره عفوا هي مشاوره الفرصه الاخيره لكي ينقذوا انفسهم وينقذوا اليمن وينقذوا كل شيء في المستقبل من اجل اليمنيين ارجو ان تبقى معنا سيد الغباري دعني فقط اشرك ايضا من الكويت رئيس الوفد الاستشاري الحكوميه الدكتور عبد الله العليمي اهلا بك سيد العليمي آه اذا هي مشاورات الفرصه الاخيره كما وصفها السيد سام الغباري اطلعنا اكثر على كواليس آه ترتيب هذه المحادثات في الكويت خصوصا فيما يتعلق بالجدول الزمني لهذه المحادثات آه مرحبا مساء النعيم نحن نتوقع انه آه تنطلق المشاورات غدا لازلنا امام موقف الوفد الحكومي انه غدا صباحا هو الفرصه الاخيره لتدشين مشاورات الجوله هذه نامل ان تتم في وقتها ما لم امامنا موقف واضح للفريق سنتعاطى معه بكل مسؤولية الوقت الزمني نحن نامل ان ننتهي في اقرب وقت من خصوصا وفق المحاور المتفق عليها مسبقا مع السيد اسماعيل الشيخ احمد نحن نلتزم وملتزمون منذ البداية ومن الوهلة الأولى في الوصول إلى الكويت نلتزم بالمحاور بالمرجعيات لن نحيد عن كل هذا ماذا عن الجلسات سيد عبد الله العليمي هل ستكون مباشرة هل ستكون منفصلة يعني كل وفد مع ولد الشيخ أحمد على حدة بكل ما سمعنا انه سيكون هناك افتتاح رسمي سينقل للعالم الافتتاح الرسمي والجلسات ستكون كما حدثت في بل ما هامش السياسي من الفني في هذه المحادثات سيد عبد الله العليمي قبل قليل كان يقول سيد سام الغباري بانها ستركز اكثر على الجانب الفني نحن امامنا استحقاقات واضحه استنادا الى قرار مجلس الامن 216 سنلتزم بما هو مطروح في هذا القرار وما هو موجود في اجنده جدول الاعمال وما هو مخرج من اجتماعات بل امامنا استحقاق انسحابات وتسليم السلاح والخروج من مؤسسات الدوله واستعاده هذه المؤسسات ثم بعد ذلك الخوض بعد ان نتم هذا سنخوض في المجال السياسي والعمليه السياسيه شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله العليمي، شكرا لك رئيس الوفد الاستشاري الحكومي من الكويت طبعا كان يحدثنا على بعض تفاصيل الجلسات التي يفترض ان تنطلق غدا نعود مره اخرى لعضو اللجنه الدائمه لحزب المؤتمر الشعبي العام سام الغباري اذا هناك طبعا توافق وجهات النظر بأن الأمر واضح بالنسبة لهذه المحادثات. يفترض بأن يقوم الحوثيون بمجموعة من الخطوات لإثبات حسن نوايا. هل لديك أي تخوفات، سيد سيم لغباري في هذا الإطار؟ بالطبع نحن متخوفون من الحوثيين لأن تجربتنا المريرة معهم كانت تجربة قاسية وحقيقية. لقد اختطفوا بلادنا واختطفوا مدننا واختطفوا أعمالنا وفجروا بيوتنا ولاحقونا في لحظة مفاجئة وغادرة من الزمن. رغم كل التفاهمات ورغم كل ما كنا نعتقد أنهم سيصلون إليه رغم كل التسويق الذي حاولوا أن يقولونه بأنهم دعاة السلام وبأنهم يحملون الدولة المدنية وبأنهم جاءوا من أجل الشعب اليمني ومثل هذا الكلام الحوثيون خلال الحروب الست استطاعوا قتل الكثير من الجنود اليمنيين وفي النهاية تحالف معهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكانت هذه طعنة غادرة للجيش اليمني بكل فصائله وبكل كتائبه <applause> آه نحن الآن لا بد أن نتفائل من أجل مستقبل اليمن لكني فعلا يجب أن, أن نعرف أن الحوثيين ليس لهم عهد ولا إل ولا ذمة ومع ذلك يجب يجب ان طيب سيد من أجل اليمن السؤال الاخير وباختصار يعني ما الضامن برايك هذه المره الذي يمكن ان يلزمهم بتنفيذ القرار الاممي بدون مماطله هذه المره اعتقد ان هناك تفاهمات مع المملكه العربيه السعوديه في اطار منفرد خارج عن اطار علي عبد الله صالح واعتقد ايضا ان هذه المشاورات جاءت لاتمام ما تم التفاهم معه مع المملكه العربيه السعوديه ومع <applause> ايضا بالتشاور مع الحكومه الشرعيه، آه هذه المشاورات الان كما اقول انها آه تنفيذيه وانها لا. تؤكد على القرار 22 16، بالنسبه للضمانات لا اعتقد ان احد يستطيع ان يضمن م. الحوثيين، لكن لنتفائل ونكون جيدين في هذه المرحله، واعتقد كما قلت انها هي الفرصه الاخيره للحوثيين ان كانوا يعقلون. شكرا جزيلا لك سالم لغباري عضو اللجنه الدائمه لحزب المؤتمر الشعبي العام من الكويت، شكرا.